خويا العز بالبركة عليك، ما طولناش معاك. ما طولتش. يا ربي تفاد في الصباح. يا نعمة ما دفعناكش، ما دفعناكش البونكا وما طولتش. كيفاش تعامل مع البونكا؟ نعمة الحمد لله. وأخيرا بعد بحث طويل نحوس من راني لقيت لكم الحل باش تشرو بالفاسيليتي وتخرجها في نهارها تديها، تحط الدوسي صباح تديها عشية وبلا ما تخلص حتى دينار، الفراك ما تحطهاش، ما عندهمش الدفع المسبق وما عندهمش تعامل مع البنك. ما عليك غير تفرج الفيديو من الأول للنهاية وكل شيء راح يجيك سهل إن شاء الله. انت تخدم عسكري ولا متقاعد ولا في اي شركة كنت تخدم فيها تقدر تستفاد ولا تشري بالفاسيليتي في هذه الشركة اللي راح نشوفوها اليوم. تقدر تستلم درج نتاعك بعد 48 ساعة كحد اقصى وبلا ما تدفع حتى دينار، الفراك ما تحطهاش، فهمت؟ وتقدر تخرج الموضوع تاعك تحط ميلة في الصباح تديها عشية. السلام عليكم متابعين قناة دكتور سيم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد خاص بالفاسيليتي وبزاف ناس ما يعرفوش وين يتواجد هذا المحل. هذا المحل البيع يكون بدون دفع مسبق وبدون وسيط، يعني من عند البائع للزبون، ما كان لي بنك ني حتى عفسة واحدة اخرى. هذاك اللي يبعثك للبنك يقولك روح خلص في البنك وما تعودوا لي ليا وما تسيني على هذا وما تروح سيني هذيك وما تعودوا لي ليا، هذا قاع ما كاش عنده. حبيتوا تعرفوا التفاصيل ما عليكم غير تتفرجوا الفيديو من الاول للاخر بلا ما تراطي حتى جزء، هكذا باش ما يخرج لك حتى ديفو ان شاء الله. اولا واهم شيء اذا كنت جديد معنا في هذا القناة مرحبا بك خويا، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد على شكل ميساج. واذا ديجا كنت ابوني معنا ما تنساش دير جيم وربي يحفظك، وكاش عفسة خلي كل شيء في التعليق، كاش عفسة تحقها ولا دير تعليق ثم ودير جيم للفيديو باش نعرفوا بلي يعجبكم الفيديو ونولوا نكثروا منهم ونحطوا فيهم بزاف ونفهموكم مليح حتى انتم تستفادوا بزاف. قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهيا ندخلوا للفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نبداو على بركه الله. اولا كيفاه تشري موطو ولا سكوتر بالفاسيليتي وتقدر تخرجها بعد 3 ايام كحد اقصى بعد ما تدفع الوثائق اللازمه. دوك نوريلكم اين تقع المحلات هذو ونوريلكم الطريق ومن بعده نكملوا الفيديو تاعنا. نخليكم مع الفيديو باش تعرفوا المحل وين جاي بالضبط، بزاف ناس يكونوا رايحين لهذاك المحل ويتلفوا في الطريق، دوك نوريلكم بالضبط وين جاي. اليوم جينا نعطيكم لادريس اكزاكت باسكو هكذاك وكاين الناس اللي مازال تلف لهم شويه في الطريق. من تجي كي تكون طالع تجيك من الطريق تاع تراموي، اللي حاب يجي في تراموي يكمل تما مع تراموي افونسي شويه يجيه على لاغوش تاعو المول المحمديه اللي لاصق فيه سونتر دو ريجيس دو كوميرس. سونتر ريجيس كوميرس مركز السجل التجاري يجيك على لاغوش، زيد افونسي معاه شويه، زيد افونسي حتى توصل لو رون بوا، هذا سونتر دو ريجيس كوميرس، افونسي معاه شويه حتى يجيك لو رون بوا، هي على لا دروات تاعك تجي كوميساريا على لا دروات. ودرنا لكم فيديو توضيحي باسكو كاين العديد من المحلات على اللي يبيعوا بالتقسيط ينسبوا روحهم للشركه تاعنا، لا حنا عطينا لكم الفيديو ومحلتنا بين الجزائر العاصمه البليده تيفازا وفي اقرب الاجل ان شاء الله نحلو في وهران. هاو على لاكوش تاعكم يجي لوتيل ليدو، اوتيل ليدو انت كي توصل هنايا هنا الناس اللي تبحر لهم ما تروحش ادروات، ادخل اغوش زيد تافونسي مع شويه زيد تاخذ لو رون بوان تاعك، مع لو رون بوان لو كان تكملتو دروا تروح الطريق فور دو لود انت خذ لاغوش تاعك انت طري بيان هكذا خذ لاغوش تاعك افونسي يا ربي 200 متر غيجيك لي فيلا اون فاس هنايا. انت مع لي فيلا كتب هاد لا فارماسي، حنا لاصقين في لا فارماسي متوفرين من الساعه حتى للخمسه ما نخدموش غير بالجمعه، مرحبا بكم.
وذوك راكم عرفتوا المحل وين جاي، ما عليكم غير تتقربوا للمحل وكل شيء راح يسهل ان شاء الله. اشري بالفاسيليتي تتهنى خير من سيركيلاسيو طنوبيلات وتحبس في الطريق وتضيع نص ساعة ولا ساعة في الطريق باش تلحق خدمتك. فيسبا عفسق فيفا تخدم بها الليفريزي وتخدم بها واش تبغي، تبغي تروح بها تخدم وتسلك تسلك مليح. وذوك نروح نشوف الوثائق اللي تخرجهم باش تقدر تشري ولا تخرج موطو بالفاسيليتي. وسمحوا لي دقيقة خاوتي نجاوب على واحد السيد، حطيت فيديو الضربة اللي فاتت وهو كتب لي واحد تعليق وانا عييت مفهم فيكم في هذا الموضوع وانتوما مازال ما فهمتوش بلي الدراهم تاع البطالة ماشي هما الدراهم تاع الشركة اللي تخلص بهم ولا المتقاعد، البطالة دراهمهم واحد ومو ما يكفوش باش تخرج بالفاسيليتي. فهمتوا خوتي؟ خويا راني فهمتك دوكا 130 مليون و300 ما تقدرش تخرج بها بالفاسيليتي، هذيك اسمها خلصة البطالة ماشي خلصة المتقاعد، ماشي كيف كيف. وهكذا ان شاء الله يكون تكون فهمتني. نولوا لموضوعنا والوثائق هما كالتالي، اولا نروحوا للشروط ومن بعد ديك نروحوا للوثائق. خويا اولا تكون في عمرك فوق 19 سنة، 19 سنة الفوق 18 سنة وهبط ما يقبلوكش اصلا، ما يتعاملوش معك اصلا تحت 19 سنة. ومن بعديك لازم تكون خدام في شركة وهذيك الشركة تكون مسوري فيها، مسوري يعني بلا سيرونز، وتكون تخدم عسكري ولا متقاعد ولا اي خدمة، المهم ما تكونش غير بطال. المتقاعد هو اللي كان يخدم في شركة والبطال هو اللي جام يخدم في شركة. نتمنى تكون فهمتوني. وتكون الخلصة تاعك من 2.5 ملايين وطلع 2.5 ملايين وهبط ما تقدرش تخرج بالفاسيليتي، يعني الراتب الشهري تاعك يكون فوق 2.5 ملايين 2.5 ملايين. فهمتوا خوتي؟ هذا ما كان. دوك نروحوا للملف ولا الوثائق اللي تخرجهم باش تشري دراجة نارية بالتقسيط. اولا بعد ما يكونوا فيك الشروط اللي قلناهم مسبقا، ومن بعديك الملف والوثائق اللازمة هي كالتالي. ماركي معايا خويا، شد ورقة وستيلو بدات ماركي. اولا شهادة ميلاد زائد شهادة اقامة زائد نسخة من شهادة الضمان الاجتماعي زائد نسخة من بطاقة التعريف البيومترية زائد كشف البريد 6 أشهر الأخيرة يعني لافوار زائد شهادة العمل زائد كشف الراتب خلال 3 أشهر الأخيرة، وآخر شيء 3 صكوك بريدية. صكوك هما تنابر تمبر 10,000. هذا مكان وش كاين في الملف؟ ملف صغير ما فيه والو، تقدر تخرجه في يوم واحد كحد أقصى، في يوم واحد نهار ونص تقدر تخرج هذا الملف كومبلي بلا ما يشقك حتى بلاصة غير ثم بالبلدية تاعكم. وبعد 3 أيام من دفع الملف كحد أقصى 3 أيام كحد أقصى، إذا طولوا عليك 3 أيام يعيطوا لك باش تجي ترفد الموطو تاعك من المحل وبدون تسبيق الدفعة الأولى وبدون وسيط، يعني ما كان ني بنك ني سيدي زكري، من عند الشركة ولا من عند المحل للزبون ما كان بيناتهم حتى وسيط ولا دفع مسبق. نخليكم على الفيديو للناس اللي شراو وخرجوا الموطو تاعهم ونسقسوهم واش رايكم. ولا زب البركة عليك، ما طولناش معاك. يا ربي تفاق الصباح. يا نعمة ما تفعناكش البونكا وما طولش. كيفاش تعامل مع البونكا؟ نعمة الحمد لله. ربي يجازيك العزيز، طريق سلامة. خويا العزيز بالبركة عليك. ربي يحفظك. يا خويا وبالبركة عليك. ربي يجازيكم اللي جان وبالبركة عليكم. روحوا غير بالعقل في الطريق برك. الله يحفظكم إن شاء الله. صح. واسمح لنا طولنا عليك كاع. صح أخويا. مازلنا في الاستيت اكس لاكولير، في لاكولير بلو ولاكولير نوار، هذوما اللي كاينين ديسبونيبل. كاين في الفاناريا ثاني ديسبونيبل نوار وفي لاكولير بلونش. ما قعدتش بزاف في الاستيت اكس باسكو جينيرالمون لي جان راهم يدوها باش يخدموا بها لا ليفريزون، وجينيرالمون اللي راهي تساعد بزاف لي كليون تاعو معناتها كوتي فري يقدر يامور فيها في لو مو تاعو. ما عندكش دفع مسبق كيما راكو سبقنا وتكرر الزبون، ما عندناش المعاملات البنكيه. تدفع له دوسي، اذا كان له دوسي ريغلو تقدر ترفد له جرمان معناتها على حساب الاداره. خويا العزيز بالبركه عليك،
تربح عليه ان شاء الله. هاك عاجبني بالكاسك لاسيرونس ان شاء الله طريق سلامه توصل بخير. خويا لازيز شحال باش دفعت الدوسي تاعك؟ كانوا دفعت البارح اليوم رفعت الحمد لله. ما عندكش افونس وما عندكش البنك، ما بعدناكش البنك. بالبركه عليك خويا، طريق سلامه وبلغ لنا سلام للحاجه. ربي يحفظك خويا العزيز. شاك دو موا ترونوفلي لا تيستاسيون دو فونت تاعك، هكذا راهي باسمك يا اخي. هيا اوكي العزيز، بالبركه ومرحبا بكم خوتي. ربي يجازيك العزيز. حاجه كلاس، حاجه ما شاء الله. خويا ما تنساش الكاسك ديالك برك، الله يحفظك. لي زاكسيدون ايفيتينا جريان. متوفرتان الاستيت، استيت اكس، البانارية متوفرة، الكيو اي، هافيتاس. المعاملة تاعنا ديجا سبقنا وذكرناهم، مي نعاودو لكم. نتعاملو مع اللي يخدمو في شركات وطنية، روتريتي، ميليتار، ما عندكش دفع مسبق، وما عندنا حتى علاقة بالبنك. معنتها تدفع الملف في أحد الفروع ديالنا المتواجدة في الجزائر العاصمة، البوليدة، تيبازا، تدفع الملف نهار يومين، يعيطولك، ترفد المنتوج ديالك من المحل. اخي العزيز اي استفسار تقربوا من المحلات تاعنا من 9 حتى ل 5 ما نخدموش غير بالجمعه. خاوتي اللي حاب يشري بالفاسيليتي وما حبش يشقى للمحل ولا ما حبش يروح يشوف برجليه، ما عليك غير تتصل في الارقام اللي حنخليهم لك في اول تعليق ولا في غرفه الوصف. اتصل بهم وتفهمهم ويفهموك هكذا بلا ما تشقى. خاوتي دوك نوريلكم كامل المنتوجات ولا الدراجات النارية المتوفرة في المحل. الحمد لله ما عندكش دفع مسبق وما بعتناكش اللابو، بالبركة عليك خويا العزيز. ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا، راك خير بالكاسكو وكاع. هاي يا طريف ما بنتناش انا ما بيناكش. ربي يحفظك، شكرا، الله يحفظك. دوتفاسون ميم لي موطو عندنا تانيك هاد الستيت اكس تانيك خلاصت. دوك تعطيك كوارت من الداخل، كوارت كامل اللي راه ما عندك تما. الباناريا تاني تباعت اليوم، عندنا دل نورمالمون الموديل هذا تاني كاين وحده حتخرج. لي موطو ما كاش بزاف، معناتها الكليون اللي يدفع له الدوسي تاعو نرجليو معاه البرودوي تاعو يقدر يرفدو نهار ماكسيموم يوم. شكرا. بارك عليك، بارك في عمرك خويا. احكي لنا على شويه واش صرا لك عندنا. ما صرا والو، عرفتك لور البارح جيت تليفون عيط لك قلت لي الارواح جيت جبت لك لي بابي ريغلو في ريبيتهم ديتهم ريغلو. اليوم عيط لي قلت لي روح تدي الموتو تاعك انا جديتها. بالبركه عليك يا العزيز، سهلنا لك. عاونك وربي يوفقك. الله يحفظك خويا، سهلنا لك الماكسيموم. يعطيك الصحه. هزين عليك في التليفون ياك. نورمال. باسكو ناس بزاف يقول لك ماكش تهز. روح وين تحب خو، بالبركه. يا اخي طيب ما رجليناك ما طولناش عليك. ما طولتش عليا يومين ويزيد. يا ربي يحفظك خو، طريق سلامه. ربي يحفظك، صحة. مرحبا بكم، توجور لا فاسيليتي دو بايمون. ارجي توجور ارجي بريدا تي بازا لي شوروم لي متوفرين. كاين الكوكسين 1 كوكسين 2 الاستيت والاستيت اكس اللي راهم متوفرين في المحلات تاعنا. كاينه وحده ماتريكس ثاني دخلت ثاني كانت عند الشوروم في تي بازا دوبي دخلت متوفره في المحلات ديالنا. الزابوني يدفع الدوسي نهار يومين يخرج له لا موطو تاعو بدون فوائد ربويه. يعني احنا ما عندناش وساطه في البيع، ما عندناش المعاملات الربويه ديالنا، معناتها من عندي للزبون ما كاش طرف ثالث في البيعه. ما عندكش دفع مسبق على المنتوج غير العاصمه المتواجد في لي بانانيي كيما لو رون بوان اللي يديك لليدو افونسي مع لو رون بوان. هذا هاوليك اخي العزيز المحل، ميم الكليون اللي يحب في جي بي اس لوكاليزاسيون ابعت ميساج لاباج يبعثوا لك كامل الديتاي. اليوم جبنا لكم لي موطو اللي كانوا دوموندي عندهم بزاف. الاسي موتورز راهي ديسبونيبل اكتوالمون اللي راهي متوفره حاليا. الاسي موتورز روما 2 هذه سوليد حاجه مليحه، ميم لي كليون اللي داوها شكروها راهم يخدموا بها ميم لا ليفريزون. اللي يروح يخدم بها صوالحو اللي راه يخدم بها، ومع اللي دوكا زاد في الصيف هما راه يهضروا فيها البحيره. ما عندكمش دفع مسبق على المنتوج، ما كاش افونس على المنتوج تاعنا، وحنا نقولوا ونعاودوا ما عندكش الوسيط في البيع من عندي لعند الزبون، ما كاش الوساطه في البيع، ما عندكش دفع مسبق، تقرب من المحل تدفع الدوسي تاعك نهار يومين وماكسيموم ترفد المنتوج ديالك، وهذا منطبق على جميع من تكرو. حنا ما عندناش المعاملات خارج الولايه باسكو تعاملنا مع خارج الولايه لقينا العديد من المشاكل. خاوتي هذا ما كان في فيديو تاع نهار اليوم. اولا اللي حاب يشري بالفاسيليتي نخلي لك الرقم تاع المعهل في اول تعليق ولا في غرفه الوصف.
خاوتي هذا ما كان في فيديو تاع نهار اليوم، واللي جديد معنا مرحبا بك خويا، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش هكذا يوصلك كل جديد نتاعنا، واذا كنت ديجا ابوني ما تنساش دير جيم وربي يحفظك. نتلاقاو في فيديو جديد السمانة الجاية ان شاء الله. اتهلاو خاوتي في روحكم.